مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. تتواصل في مراكش أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنكب جلسات وورشات اليوم الثاني على قضايا وانشغالات واسعة تشمل الهندسة المالية في إفريقيا وقضايا التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات والتجارب الناجحة في هذا المجال. وبمناسبة هذه الاجتماعات، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي من 1.3% العام الماضي إلى 2.4% هذا العام قبل أن يتسارع وينتعش إلى 3.6% العام المقبل. للمزيد عن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، ينضم إلينا من مراكش أيضا الأستاذ الدكتور نبيل جدلان، أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة. أستاذ نبيل جدلان، مرحبا بك. صحيح أنه بالأمس كانت هناك جلسات رسمية وكان هناك افتتاح وكلمات رسمية لرئيس الحكومة، أيضا قادة البنكين الرئيسيين أو الصندوقين الرئيسيين، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. اليوم الثاني، لربما نغوص أكثر في الإشكاليات التي تناقشها هذه الاجتماعات، ما هي أبرز عناوينها؟ شكرا أولا على الاستضافة. اليوم دخلنا في صلب الموضوع، اليوم أول اجتماع كان على الهندسة المالية الجديدة في إفريقيا. كانت هناك ورشة أو اجتماع حول مشاكل التضخم، الأزمات كما تفضلتم بالقول. إذن دائما في نفس السياق ونفس الهدف، هو هذه الاجتماعات تمر في سياق جد حساس. هناك العديد من الأزمات، نذكرها أزمة التضخم، تنتكلموا عليها بزاف، والتضخم على المستوى العالمي وعلى مستوى الدول، الحروب. وهنا نأكد على أن لما نتكلم عن الحروب وآثارها، ليست هناك الحروب العسكرية التي نراها بالعين، هناك الحروب الاقتصادية، الحروب التجارية، الحروب المالية. هناك نوعا ما انطواء بعض الدول على نفسها، وكل هذا هناك أكثر من هذا. هناك بعض الاختصاصيين بدأوا يتكلموا على نوعا من تباطؤ في العولمة. كل هذه أزمات، التغيرات المناخية، وآثارها، فيضانات، زلازل، الجفاف، كل هذا عنده آثار اقتصادية ومالية، عنده آثار على مالية الدول، على الديون، على نسبة ديون الدول، نسبة الفقر التي تنعكس على نسبة الفقر ونسبة العجز التجاري. أستاذ نبيل جدلان، أظن بأنه هذا الصباح أيضا انطلقت الجلسات على كثرتها وتشعب مواضيعها، لكن أنتم بكل تأكيد على صلة مع الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين في العالم، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات البنكية أو على المستوى الصناديق أو المستثمرين أو قادة البنوك المركزية وغير ذلك. هل هناك عناصر فهم جديدة للوضع الاقتصادي الذي يعيشه العالم الآن على ضوء النقاشات الجارية هناك في مراكش؟ طبيعة الحال الأزمات التي يعيشها العالم تفرض علينا مراجعة طريقة تفكيرنا وطريقة معالجة الأمور. كنا نظن أن بعض المشاكل هي لم تعد موجودة، ولكن مع الأسف الآن أصبحت مطروحة. مثلا، لماذا نتكلم عن هندسة مالية جديدة؟ لأن هناك مشاكل على مستوى، نقدر نهضروا بصفة عامة، النظام المالي العالمي فيه نوعا ما بعض المشاكل، مشاكل بالنسبة لطريقة تسديد المبادلات التجارية، طريقة تسديد الديون، طريقة تسديد. من قبل كان عندنا نوعا ما استقرار في هذا النظام العالمي الجديد، الآن هناك مشاكل عندها علاقة مثلا ب سويفت مثلا، وما ظهر مشاكل مع روسيا والعقوبات
وهذا الشيء كله أثر على المبادلة التجارية، مشاكل طاقية وكيف استعمل يعني الطاقة والعمولات وكلها أصبحت تستعمل كأسلحة، وبالتالي طريقة تعامل الدول وطريقة لابد من 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 طريقة جديدة، بحيث أن من قبل كنا نوعا ما تنسينا المشاكل اللي عندها علاقة بالأمن الغذائي، مش غير الأمن الغذائي، الأمن المعلوماتي، الآن رجعت بقوة، يعني كل الدول خاصة تكون مخزونات استراتيجية من الأغذية، من مواد طاقية، من خاصة تمكن من عندها احتياطات أجنبية يعني لي ريزيرف دو شونج، ولكن بأي عملة، شنو نوع العملات اللي خاصنا تكون عندنا، يعني هذا على حسب الدول اللي تنتعاملوا معها، هذا كله أثر على طريقة التفكير وأثر على الحلول المطروحة. الحلول اللي طيب. كانت مطروحة من قبل ما بقاش بالضرورة يعني مفيدة، ولكن الآن باش نقول لك أن عندنا فكرة واضحة على ما يقع، احنا في قلب الأزمة وإحنا باقين في قلب هاد الحرب، الحروب كاينة مازال ما كملتش، الأزمات تتوالى الواحدة والأخرى، إذن بحال راحنا نحاولوا تجاوز الأزمات، نحاولوا نوعا ما تفكير. الورشات والجلسات التي تجري أستاذ نبيل جدلان معذرة على المقاطعة في مراكش، هناك طبعا عدد وطيف واسع جدا من الإشكاليات التي تتوقفون عندها، لكن هناك موضوع إفريقيا الذي يفرض نفسه من منطلقات عديدة، كون أنه هناك تلتقي أو تتقاطع مع الإشكاليات الأساسية التي تعالجها هذه الاجتماعات بشكل عام، وأقصد بذلك التضخم والمديونية وتداعيات المناخ عفوا على التنمية الاقتصادية وعلى الاقتصاديات الإفريقية بشكل عام. هل هناك من حلول جديدة؟ تنظيم اصلا تنظيم هذه الاجتماعات في 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 افريقيا هو جاء في هذا السياق، وتنظيمها في المغرب هو عنده رساله واضحه، والكتاب يعني ان صندوق النقد الدولي، ماشي المغرب اللي صدر كتاب، صندوق النقد الدولي تيصدر كتاب حول كيف تمكن المغرب من تجاوز العديد من الأزمات، وكيف تمكن من تكوين اقتصاد قوي وشامل، ولكن يعني التحديات المطروحة للمغرب، كل هذا يعني هو نوع من إعطاء بالمغرب مثال كيف للتصدي لهذه التحديات. إذن على المستوى الإفريقي كما تفضلتم بالقول هناك مشاكل، ومشاكل ماشي بالضرورة بدأت تحتاج هذه الأزمات، كانت مشاكل من قبل، والمشاكل المطروحة مثلا الحد من التفاوتات بين يعني الرجال والنساء، التفاوتات على مستوى الجهات يعني مناطق مهمشة، مشاكل عندها علاقة بالتكنولوجيا، عندها علاقة بالرقمنة، هذه كلها موجودة في إفريقيا، ولكن إفريقيا في نفس الوقت كما هي تتأثر أكثر من باقي القارات بالمشاكل، فهي أيضا تملك جزء كبير من الحلول، بحيث أن تنعرف أن إفريقيا في 2050 2.5 مليار عدد السكان كلهم شباب، وبما أن عندنا في إفريقيا ضعف البنية التحتية، فتجاوز هذا المشكل تجاوز مؤقت سيكون بالرقمنة، الرقمنة ستمكننا من الوصول إلى المناطق التي لا يمكن الوصول بالسيارات. إذن والمغرب استثناء من أولا لأنه تمكن من تقوية بنيته التحتية، هذا لازم تسطير عليها، احنا ما عندناش مشاكل البنية التحتية، احنا تجاوزناها، باقي الخدمة، باقي بزاف مسائل خاصو يدارو، احنا ما تنقولوش احنا جنة، ولكن بزاف مسائل دارت الحمد لله، كثير من الأشياء دارت، وفي هذا الإطار يعني المشاكل المطروحة، الحلول المطروحة، عدد كبير من الاجتماعات كانت يعني الهدف منها هو إيجاد حلول للدول. هل التمويل المناخي في هذا الإطار الذي تتحدث فيه أستاذ نبيل جدلان هو كافي ويساير حاجيات إفريقيا وكونها أيضا الأكثر تأثرا بتداعيات التلوث العالمي والذي يأتي من طرف فاعلين اقتصاديين آخرين ليسوا موجودين في الفضاء الإفريقي بالضرورة وبكل تأكيد؟
تنعرفوا أن على مستوى التغيرات المناخية يعني الدول الإفريقية تساهم بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 3% من التلوث العالمي، وإلا سمعت سؤال مزيان يعني سؤال تهم التغيرات المناخية في التمويل المناخي أساسا في هذا الباب يعني، وهالدول تتأثر التغير المناخي، والدول الإفريقية تتأثر بشكل كبير على المستوى العالمي، يعني لخدينا منطقة الساحل فهي بين المناطق الأكثر تضررا في العالم، أكثر تضررا مع أن نسبة التلوث فيها لا تتجاوز نسبة ضئيلة. شمال إفريقيا نسبة التلوث 1.5 يعني دول إفريقيا الشمالية كاملة، ولكن الآثار على هذه الدول كبيرة جدا. مثلا رجعنا لقضية الدول الإفريقية، كيف يمكنها أن تستفيد من هذه الاجتماعات؟ احنا عرفنا أن في السنة الفارطة في مصر في اجتماعات الكوب 27 تم إحداث صندوق لمحاربة أخطار وأضرار التغيرات المناخية. إذن الدول الأكثر تضررا هي الدول الإفريقية في المجال الأول، إذن هي اللي خاصة تكون المستفيد الأكبر من هذه التمويلات، ولكن لكي تكون مستفيدا عليك أن تلبي عدد من الشروط. لاخدينا المغرب، ترجع للمغرب، احنا في المغرب، ولكن المغرب هو كنموذج، المغرب يعني عن اخدى عدة اجراءات باش يكون من الدول يعني اللي عندها بصمة ديالها على المستوى العالمي في التغيرات المناخية. يعني عندنا اول منطقة اللي تنتج لنا الطاقة الشمسية في العالم، عندنا يعني تنصدر الطاقة الكهربائية النظيفة، عندنا سيارة تنتجو الآن سيارة 100% بالهيدروجين، عدة الأمثلة متعددة. على المستوى المالي تم إصدار سندات نظيفة يعني عندها علاقة بالبيئة النظيفة. إذن المغرب تعلقته مع صندوق النقد الدولي، تم الحصول يعني الأسبوع الفارط على قرض 1.3 مليار دولار، وغيكون يعني لمحاربة أثار تغيرات المناخية. إذن في هذا الصدد تتبين أن المغرب كمثال، ولكن دول إفريقيا يعني ممكن الاستفادة من هذا الصندوق ومن يعني مجموعة من التمويلات على المستوى من طرف المؤسسات الدولية، وعلى المستوى من طرف الدول العظمى لمحاربة هذا الأثر. ولكن يجب أن نستعد مرة أخرى، يجب هذه الدول الإفريقية تستفيد من التجربة المغربية لكي تحقق الأهداف الاستفادة من هذه التمويلات. رأى المشكل في الأصل هو مشكل تمويل، أنا متفق إذا قلت لي رأى مشكل حكامة، نعم، ولكن الحكامة كانت جيدة تمكننا من الحصول. أنت ذكرت أستاذ نبيل جدلان أنه المسألة أيضا هي مسألة تمويل، ولذلك أنا كنت سألتك عن حجم التمويل المناخي للقارة الإفريقية للدول الإفريقية التي الآن هي تقع ضحية هذا التغير المناخي. مسألة التمويل هي محددة وحيوية أيضا في الاستجابة المناخية، سواء للكوارث أو للتغيرات التي أصبحنا نعاينها وأصبحت هيكلية في دورة المناخ الإفريقي. نعم، بالنسبة للسياسات المقاومة للتغيرات المناخية هناك نوعان، النوع الأول للحد من التلوث، والنوع الثاني يعني واللي تخص سؤالكم الحد من آثار تغيرات المناخ، تأقلم نوعا ما مع البيئة الجديدة والمناخ الجديد الذي يتميز بالجفاف وهذا. وفي هذا الإطار كانت عدة وعود للدول الإفريقية والدول المتضررة، عدة وعود من الدول المتقدمة، شي وقت تكلموا على 100 مليار دولار، ولكن مع الأسف هذه الوعود لم تتحقق، والآن الآثار المناخية أصبحت تراب العين المجردة. إذن ما بقاش لنا حيز من الوقت، وبالتالي الدول عاود يعني أعطت وعود بأنها ستمول، سيكون هناك تمويل، بدأت مبادرات جدية. ولكن أنا تنأكد على واحد المسألة، وأن راح حتى الدول الإفريقية عليها أن تقوم باللازم، راه ماشي غنعطيوك الفلوس، راه خاصك تستعد، خاصك تكون مستعد للتوصل بهذه التمويلات، خاص يكون عندك مشاريع، خاص يكون عندك استراتيجية، خاص يكون عندك يعني ثقافة بيئية جديدة. هذه المسائل إلى استطاعت الدول الإفريقية تحققها راه غادي تكون تتوصل بتمويلات بطريقة سهلة. حنا مثلا على مستوى الاتحاد الأوروبي سيفرض يعني ضريبة على الكربون، لكل الصادرات ستدفع الضريبة، ولكن
بالنسبة للدول الإفريقية إذا أرادت أن لا تدفع الضريبة، لأن دفع ضريبة سيحد من تنافسية لهذه الدول، وبالتالي ربما قارات أخرى ودول أخرى ستتمكن من تصدير إلى الدول الأوروبية. هذا غير كمثال. لكي نتجاوز هذه الإشكالية إذا قمنا بخلق سوق التي نسميها قروض البيئية لكريدي، دونك لا استطعنا نخلقوا هذا السوق، فيمكن ان نستعمل هذا الكريدي نستعملها لدفع هذه الضريبه، وبالتالي لن يرتفع سعر البضائع والسلع بعض الدول الافريقيه. هذا مهم جدا، لان احنا بدينا نشوفوا على مستوى التجاره الخارجيه، على مستوى الاستثمارات، على مستوى التمويلات، يعني لما كنتيش واخذ بجدية، يجب أن نأخذ بجدية هذه المسائل. ذكرت مسألة القروض أستاذ نبيل جدلان، وهي موضوع أساسي أيضا ما يتعلق بالمديونية في القارة الإفريقية أساسا، وأنا أركز عليها تحديدا لأنه بعد عدد من الأزمات، بعد الجائحة، بعد أزمة اللوجستيك في العالم، بعد الحرب الروسية والتضخم العالمي المستورد، هناك مديونية كبيرة وتفاقمت بشكل كبير جدا في الخمس سنوات أو الأربع سنوات الماضية. الآن كيف تتعامل المؤسسات المالية الدولية مع لنقول هذه الظاهرة، مع ارتفاع المديونية لا سيما لدى الدول الإفريقية التي هي في طريق النمو أو هي فقيرة أيضا؟ إشكالية المديونية هي إشكالية عالمية لا تخص دول إفريقيا فقط، كل دول رفعت من نسبة المديونية ديالها، ولكن الدول الأخرى لديها إمكانيات لسداد هذه الديون. النسب رغم أنها ارتفعت، ولكن لديها اقتصادات قوية ولديها يعني عملات قوية. بالنسبة لنتكلم عن الدولار، أورو، عن عدة دول، الدول اللي عندها تتصدر مواد طاقية، بترول، غاز كذلك. ولكن بعض الدول الإفريقية مثلا عندنا جيران تونس، مصر، عندها يعني مشاكل في الحصول على القروض حتى من المؤسسات الدولية، لأن عندما لا تستطيع الحصول على قروض بنسب معقولة من السوق الدولية فلن تجد خيار آخر غير المؤسسات الدولية، والمؤسسات الدولية تبقى أبناك. إذن لتقرضك المال يجب أن تضمن التسديد، ولضمان التسديد يجب أن تضمن أن هناك حكمة جيدة، أنك تتجه نحو تقوية الاقتصاد، تقوية. إذن هذا هو المشكل بعض الدول الإفريقية. مشكل بعض الدول الإفريقية هي كيفية الاستجابة لشروط المؤسسات الدولية واستجابة عقلانية. إذا رجعنا مرة أخرى للمغرب، المغرب تعامل بعقلانية وبواقعية مع هذه المسألة. عندما أولا لا يتجه إلى المؤسسة الدولية وهو في حالات حرجة، يعني هناك نوعا ما توقعات، إذن هو يطلب مثلا خط سيولة المارين من صندوق دولي في واقتصاده لازال قويا ولازالت لديه شروط للحصول عليها. نفس الشيء علاقته مع البنك الدولي، وكذلك إذا كانت هناك بعض طلبات وبعض طلبات على مستوى الاقتصادي، على مستوى من هذه المؤسسات، المغرب يناقش، وإذا تبين له أن هذه المسائل المقترحة من طرف المؤسسة الدولية هي يعني إيجابية بالنسبة لاقتصاد المغرب يقوم بتلبيتها. مثلا إذا أخذنا على اعتبار سياسة الصرف في المغرب بالنسبة للدرهم، تعويم الدرهم، المغرب رفض عدة مرات طلب المرور مباشرة إلى التمويل، يعني إلى مرننة الدرهم. لماذا؟ لأنه كان على اقتناع أن يجب أن يمر بطريقة يعني بروغريسيف، طريقة تدريجية، يعني على المدى المتوسط للاستعداد أكثر ولتحقيق شروط، هناك شروط اقتصادية تدريجية بالضبط. إذن المغرب تعامل بجدية، وفي آخر تقارير يعني بعد كوفيد وبعد هذا كانت نوعا ما الاعترافات من طرف المؤسسات الدولية على أن المغرب كان على حق
على حق في أخذ الوقت. بعض الدول التي كانت يعني شيئا ما مرغمة على 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 تبع هذا أستاذ نبيل جدلان، نحن أيضا حينما نتحدث عن هذه المؤسسات المالية الدولية، معذرة على المقاطعة، هناك فارق زمني في التواصل بيننا، حينما نتحدث عن هذه المؤسسات الدولية في النقاشات، النقاشات الاقتصاديين أيضا والمواطنين عبر العالم طبعا، هي ترتبط أيضا بمسألة السيادة الاقتصادية، مسألة التعامل مع المؤسسات المالية الدولية ومسألة السيادة الاقتصادية. كيف هي صورة هذه المؤسسات الدولية اليوم ارتباطا أيضا بدورها التمويلي المهم في التنمية الاقتصادية، ومسألة أيضا الانعكاسات التي يمكن أن تكون للسياسات الاقتصادية القطرية للدول فيما يتعلق بسيادتها الاقتصادية وسيادة قراراتها الاقتصادية؟ أنا متفق معك أن هناك عدة نقاشات حول سيادة اقتصادية للدول وعلاقتها بمؤسسات دولية، ولكن يعني من وجهة نظري إذا أردت أن تحافظ على سيادتك الاقتصادية فلا بد أن يكون لديك اقتصاد قوي، أن تكون لديك حكامة جيدة. لماذا؟ لكان اقتصاد حكامة جيدة واقتصاد قوي وكانت هناك ثقة ومصداقية، ستجلب الاستثمارات، ستجلب السياح، ستجلب العملة الصعبة، وبالتالي إما أنك لن تحتاج إلى الاقتراض من هذه المؤسسات، وإما إذا احتجت إلى الاقتراض فسيكون لديك عملة لسداد هذه القروض. أما إذا كنت مجبر على الاقتراض من هذه المؤسسات الدولية، فهذه المؤسسات الدولية يجب أن تضمن سداد ديون، لأنها قبل كل شيء هي أبناك، لن تعطيك القروض، لم تمنحك القروض إن لم تتأكد أنك يمكنك التسديد. وبالتالي هل يتم الحديث أيضا عن الدول التي التجارب الناجحة التي رافقتها هذه المؤسسات المالية الدولية في طريق النمو الاقتصادي أو في طريق النشوء الاقتصادي أو في طريق الصعود الاقتصادي؟ أنا يمكن أن أقول أن المغرب هو قصة ناجحة، ستوري، يعني قصة ناجحة لهذه العلاقة بالمؤسسات الدولية والدول. ولكن هل المغرب حقق ذلك بفضل توصيات المؤسسات الدولية؟ المؤسسات الدولية ربما ساعدت، ربما، ولكن الأصل هو المغرب والمغاربة، الأصل هو الاستراتيجية الملكية على المدى الطويل، الأصل هو الاقتصاد. احنا يعني في برنامجكم هذه أسبوعين تحدثنا عن صادرات السيارات، صادرات السيارات في اللي حقوا المغرب على مدى 8 أشهر 90.4 مليار درهم، تحويلات العالم، يعني المغاربة العالم، كل هذه يعني نتائج إيجابية ضمنت المغرب المرور إلى القوى الصاعدة وبالتالي الاقتصادية الصاعدة، وبالتالي علاقته بالمؤسسات الدولية هي جد إيجابية سلسة وعقلانية وموضوعية كما قلت. لكن الأصل تبقى هو الاستراتيجية الوطنية، تكون عندك استراتيجية وطنية، يكون عندك سياسة اقتصادية واضحة، يكون عندك قطاع يعني خاص قوي، يكون عندك مؤسسات مالية قوية، يكون عندك إذن المؤسسات الدولية وحدها يعني كل سنة تصدر العديد من التقارير على عدة دول وتوصيات، ولكن هذا لم يسمح لها الدول بالتقدم أو بتجاوز مشاكلها، في بعض الأحيان أكثر من ذلك، فهناك دول لتترجع اللور. إذن الأصل هو ثروات الوطنية، هو ما تقوم داخل البلد، هو الثقة. شوف الاستقرار السياسي، الاستقرار السياسي راهو حتى هو عنده واحد القيمة مضافة واضحة، لأن من تكون الاستقرار السياسي فتتكون الدولة عندها جاذبية، الاقتصاد عنده جاذبية. إذن هذه كلها عوامل مرتبطة، المؤسسة الدولية تقدر تساهم بواحد نسبة ضئيلة، ولكن لما كانش الأصل فالمؤسسة الدولية راه ما عندها ما دير، المؤسسة الدولية تتبقى تصدر التوصيات لا غير. هذا هو في هذه النقطة. طيب أستاذ نبيل جدلان، ختاما، نحن نتحدث عن اجتماعات ستدوم أسبوعا،
وهي تعقد في المغرب، والمغرب يحتضنها. وشاهدنا طبعا في الإطارات الرسمية والمراسيم التي اكتنفت طبعا هذا الحدث الكبير الدولي الكبير، يعني يظهر مما يظهر طبعا المكانة الامتيازية للمغرب لدى هذه المنظمات المالية الدولية. كيف يستفيد المغرب عمليا من هذه المكانة وهذه الشراكة الامتيازية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ هل يتم إثمار ذلك على المستوى الاقتصادي والمالي والتمويلي أيضا؟ هناك آثار يعني مباشرة نشوفها بعين مجردة. أنت عندك 14,000 زائر ومشارك الآن في مراكش، هذا آثار على القطاع السياحي خصوصا بعد الزلزال وواضحة. آثار أن حسن الضيافة تخلي عندك علاقات مع المسؤولين في هذه المؤسسات، علاقات مع دول أخرى. إذن هذا آثار واضحة، ولكن ليس هذا فقط. عندك الآن العديد من العالم كل الأنظار متجهة إلى المغرب، العالم ككل متابع ما يحدث وخلاصات هذا. وفي نفس الوقت كل هذا يعني الإذاعات يعني تبث نشرات حول المغرب واقتصاد المغرب، والعالم يعلم أن المغرب أصابه زلزال على بعد شهر من الآن، والكل يتساءل كيف تمكن من تنظيم هذه الاجتماعات على بعد شهر من الزلزال. كل هذا يعطي الثقة، أولا يعطي الثقة، يبين أن هناك ثقة من المؤسسات الدولية في المملكة المغربية، ثانيا يبين للآخرين أن للمغرب طريقة عقلانية في التسيير، لأن ما يمكنش أنت يلا داز عندك زلزال وتمكن من تحقيق هذا. وهذا الكل راه عنده تأثير بغينا ولا مبغيناش. أولا علاقتك مع المؤسسة الدولية تسمح لك باش تأخذ قروض بطريقة سلسة، احنا شفنا 1.5 عدة قروض، توقيعات هذا الصباح كاين هناك توقيعات، زائد المستثمرين اللي تيجيو يشاركوا وأصحاب القرار تيجيو تيشاركوا تيشوفوا مراكش تيشوفوا المغرب تيتعاملوا مع السلطات تيشوفوا أن هناك يعني واحد الصورة تتغير، لأن اللي ما تيعرفش المغرب وتيجي ليه يتفاجأ من تيهبط المطار، يتفاجأ من تيتعامل مع الشرطة، يتفاجأ من تيتعامل مع المسؤولين، يتفاجأ من تيجيو تيشوف كيفاش منظمة، يتفاجأ من تيمشي للأوطيل، يتفاجأ من تيسمع أن المدينة كان فيها زلزال. وهذا كله تيعطيك واحد النظرة، واحد الثقة، واحد هذا الشيء ما خصناش نهملوه، راه هناك نظرة. وأنا قلت هذه أسبوعين تكلمنا على يعني مثلا كيفاش المغرب غا ينظم حدثين رياضيين كبيرين، هذا الشيء كله عنده علاقة. راه الثقة للمغرب والمكانة المغرب على المستوى الدولي ما يمكن ينكرها حتى شي واحد. دابا كنا تنقولوا من قبل أن المغرب استثناء، قلناها من بعد ما يسمى بالربيع العربي، جا كوفيد نفس الشيء، المغرب استثناء. ولكن هذا الآن يتأكد هذه الثقة اللي عند المؤسسات الدولية، هذه الثقة اللي عند الدول الأخرى، هذه الثقة اللي عند تتبين أن هناك يعني المغرب عنده ثروات أولا بشرية، الطريقة اللي يعني يدار به هذا الشيء مع طريقة تنظيم، طريقة تقديم الملفات لا على المستوى الرياضي، على المستوى الديون، على مستوى الملفات. الآن في المغرب تدرس بطريقة علمية، طريقة حديثة، هناك متخصصين. شكرا. المتخصصين اللي تتعاملوا مع الملفات بعقلانية، ما بقاش هذاك العشوائية، ما بقاش هذا في السياسات كيفاش تتعاملوا معها، الاستجابة للتوصيات، طريقة باش تحدثوا مع هذا كله تيخلي المغرب يعني نموذج. وهذا الشيء غيجلب لنا استثمارات، غيجلب لنا سياح جدد، غيجلب لنا العملات الصعبة، غيجلب لنا. إذن أنا والصورة زادت جمالا بالتضامن اللي طرا بين الشعب. شكرا جزيلا لك. المؤسسة الملكية أعطى واحد الصورة تبقى استثناء. وشكرا سمارة. شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل جدلان، أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، حدثنا من مراكش من مقر انعقاد اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الاجتماعات السنوية. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام، نمر إلى الجزء الثاني من موضوع اليوم، قم معنا.
مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في الجزء الثاني من موضوع اليوم. يستمر القصف الإسرائيلي الكثيف على قطاع غزة إثر العملية الواسعة التي نفذتها حركة حماس نهاية الأسبوع المنصرم، وتتكثف الاتصالات العربية والإسلامية والدعوات من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين. وفي هذا السياق يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الأربعاء بالقاهرة دورة طارئة على المستوى الوزاري بطلب من دولة فلسطين، وكذلك بطلب من المملكة المغربية التي تتولى رئاسة الدورة الحالية مجلس الجامعة الوزاري. للمزيد عن تطورات الوضع في غزة ينضم إلينا الدكتور علي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس، وينضم إلينا أيضا الدكتور محمد اشتاتو المحلل السياسي الدولي والأستاذ الجامعي من الرباط. ضيفي الكريمين، أهلا بكم. أستاذ محمد اشتاتو، لا شك أنك تتابع التطورات الأخيرة، ومن أبرزها بطبعة الحال هذا التأييد الأمريكي الصارم ل إسرائيل وهذا الحشد الذي تابعنا صوره على امتداد الساعات الماضية استعدادا لربما إلى عملية واسعة إسرائيلية في قطاع غزة. كيف تبدو لك معالم ونطاق هذه الأزمة الآن؟ وحقيقة هو طوفان وزلزال عسكري وسياسي في المنطقة بكاملها، وحيث نرى أن العالم الغربي وقف وراء إسرائيل وتناسى حقوق الشعب الفلسطيني، الحقوق يعني عادلة وحقوق معروفة دوليا. وأنا في نظري ما وقع الآن سيغير خريطة سياسية للشرق الأوسط بصفة عامة، وربما إذا تدخلت قوى أخرى في المنطقة مثل يعني حزب الله وإيران وربما سوريا فستزلزل المنطقة أكثر وتعطي نتائج أخرى لهذا التغيير السياسي المنتظر على المدى الطويل في ما يخص حقوق الشعب الفلسطيني. حقيقة العملية كانت مباغتة للجميع وخاصة لإسرائيل، وأظهرت بأن الاستخبارات الإسرائيلية والاستخبارات العسكرية فشلت فشلا ذريعا في يعني التعرف على ما وقع والتنبؤ بما وقع، وربما هذا سيؤدي إلى يعني أشياء جديدة في الجانب العسكري الإسرائيلي، وهذا يعطينا فكرة كذلك عن النجاح، نجاح اختراق يعني حماس للدفاعات الإسرائيلية في غلاف غزة والدخول بعدد كبير من المجاهدين ومن المقاتلين، و يعني مواجهة إسرائيل يعني بطريقة مستمرة إلى يومنا هذا. شكرا لك أستاذ محمد اشتاتو. لحظة، ينضم إلينا أيضا الأستاذ الدكتور علي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس. أهلا بك أستاذ من الدار البيضاء. أهلا. أستاذ علي الحريشي، طبعا تابعت من دون شك تفاعلات الموقف الدولي، وحينما أقصد الموقف الدولي فأنا أعني أيضا الموقف الذي عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها أيضا الحلفاء الأوروبيون جميعا تقريبا من دون استثناء، إزاء هذا التأييد المطلق لذلك المفهوم القديم الجديد، مفهوم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. كيف تتبلور الآن أو يتبلور الآن المشهد على ضوء هذا الاصطفاف، بما يفيد أيضا في قراءة نطاق الأزمة ولربما سبل احتوائها؟ هو فعلا الموقف الدولي للغرب ديال الغرب والموقف ديال الولايات المتحده ولا ديال الاتحاد الاوروبي او المحالفين لاسرائيل هو لم يتغير، هو نفس الموقف في جميع الازمات ديال المنطقه بين اسرائيل وفلسطين او بين اسرائيل قبل بين يعني الصراع العربي الاسرائيلي. اليوم مع ما وقع يعني كما قال الاستاذ كانت هجمة مباغتة مفاجئة للجميع، ومع نتكلم عن مشروعية الحق الفلسطينيين في أرضهم وفي عدم احتلال مستوطنات جديدة لم يكن نفس الانفعال أو التفاعل مع ما يقع في فلسطين من قبل، ولكن
لم يكن نفس التفاعل، لم تكن نفس الإدانات، إلا بعض الإدانات التي تأتي في بعض اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد الأوروبي. ولكن اليوم عندما نرى بعض الصور، عندما رأينا الهجمة أولا المباغتة والصور التي قامت حماس بتمريرها بعد في القنوات التواصل الاجتماعي أو في محطات تلفزيونية، هي صور صدمت الجميع. أولا صدمت إسرائيل، كما قال الأستاذ أن الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي أو جهاز استخبارات الحربية الإسرائيلية أبان عن 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 ضعف في ما يمكن أن يقع على إسرائيل، مع أننا نتكلم عن من أجهزة أكبر متطورا في استخبارات في العالم. وفي نفس الوقت هذه الصور كان الوقع ديالها على الدول الأوروبية، وهنا ليس دول أوروبية أو الولايات المتحدة، ليست الدول وحدها، والمجتمعات الأوروبية كان وقع الصدمة، وأنهم لم ينتظروا أن إسرائيل يمكن أن تجتاحها منظمة عسكرية كحماس. ولكن في نفس الوقت هذه الصور أبدت بعد التعاطف الكلي الآن للشعوب زائد الدول الأوروبية أو الدول الغرب مع إسرائيل. نحن نعرف أن هذه الدول تساند دائما إسرائيل، ولكن المشروع يتحقق في فلسطين، هناك من يدافع عليها، ولكن مع هذه الصور هذا المشروعية لا زالت إلى حد الآن. ولكن مع الأسف هذه الصور وهذه الفيديوهات اللي انتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على بعض القنوات التلفزية، الانديفيجن وقع كسر طيب انقسام، وحتى الناس الحنين أنهم لأنهم يعتبرون أنهم أقرب إلى الإسرائيليين منهم إلى الفلسطينيين، وهذا الوقع مع الأسف. سنأتي إلى أيضا تفاصيل هذا الموقف الذي يتبلور على المستوى الغربي أيضا فيما يتصل بالتأييد المطلق لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ذلك المفهوم الذي كما ذكرنا هو ليس بالجديد في الواقع في الموقف الغربي وفي الأدبيات الغربية أيضا. دكتور محمد اشتاتو، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عززت حضورها في المنطقة عبر من دون شك حاملة الطائرات أو أيضا عدد من الترتيبات اللوجستية الأخرى، وكانت هناك تحذيرات لنقل عبر أطراف أو مباشرة من انخراط عدد من الأطراف والفاعلين والأدوات الإقليمية الأخرى أيضا، لا سيما الجانب الإيراني والفصائل التي تتبع له في عموم المنطقة. هل يجسد ذلك خشية من أنه يمكن أن يربك ذلك التوازنات الموجودة حاليا؟ التوازنات الموجودة حاليا في الشرق الأوسط فشلت وأربكت منذ هذا الاجتياح التاريخي لحماس للغلاف غزة، وهذا يظهر فشل الغرب في الشرق الأوسط في الوصول إلى سلم ما بين الفلسطينيين والدولتين، والدولة الفلسطينية والدولة العبرية، وكذلك نفس الفشل الذي تعرفه اليوم الدول الغربية في أوكرانيا، لأن أوكرانيا الحرب مستمرة ولا نرى أي مخرج لهذا الحرب ولا أي نجاح لأوكرانيا في الاجتياح العسكري الروسي. فاجتياح حماس لغلاف غزة يظهر للعالم بأن هذه المنظمة أو هذا الشعب يريد الاستقلال ويريد حضور سياسي وازن في المنطقة، وهذا الحضور اليوم أصبح حقيقة. وإسرائيل التي كنا نعرف عنها بأنها قوة عظمى لا تقهر أصبحت مقهورة اليوم، لأن كل ما تقوم به الآن هي ما تقوم به قوة جريحة، لأنه ضرب القطاع غزة وضرب المدنيين في قطاع غزة بطائرات، هذا يدل عن ضعف الجهاز العسكري الإسرائيلي
بأن إسرائيل رغم أن عندها عتاد كبير وأن الغرب يمدها بكل شيء فهي غير قادرة أن تقوم بأي شيء أو تقهر يعني مجموعة قتالية تسمى بحماس. فالموازين انقلبت في المنطقة، وربما إذا دخل حزب الله أو القوات السورية أو حتى اليمنية في هذا القتال فستصبح المنطقة يعني على صفيح ساخن، وتصبح المنطقة يعني منطقة حرب أكبر أهمية من الحرب الأوكرانية. الذي يهمنا من كل هذا هو أن الفلسطينيين أبهروا العالم بقوتهم وبتجنيدهم لخبرائهم وباكتساحهم كما قلت الاستخبارات الكبيرة الأمريكية، لأن أمريكا هي وراء إسرائيل واستخبارات الأمريكية دائما وراء إسرائيل في هذه الحرب، وأصبح نصر كبير بالنسبة لفلسطين وفعلا طوفان. طيب شكرا أستاذ محمد الشتات. أستاذ علي الحريشي، طبعا هناك حشد كبير جدا في منطقة غلاف غزة، وهناك عملية تجيش أيضا فيما يتصل برد الفعل الإسرائيلي. ما الترسيمات التي يمكن أن يسير فيها هذا رد الفعل هذا؟ أين يمكن أن يتوقف؟ مع الأسف أنا أظن أن رد فعل إسرائيل هو رد عنيف جدا. وإسرائيل حتى عندما كانت حماس أو بعض يعني القوى الفلسطينية تقوم بعملية صغيرة كانت تقوم بعملية كبيرة جدا. اليوم احنا امام قصف ديال 1000 طن في اليوم ديال المتفجرات. هذا يعني واحد كاين اللي تيدير واحد المعادله مع بيرل أربور بين الولايات المتحده واليابان في ايام الحرب العالميه الثانيه. يعني 1000 طن المتفجرات تسقطوا على غزه، على قطاع غزه اللي هو قطاع صغير واللي هو ما عنده غير البحر امامه، وإسرائيل وراء إلى بغيتي تقول، ومعبر فرح رفح اليوم تسد، يعني اليوم أغلق معبر رفح اللي هو يمكن يدي بعض المساعدات ولا النازحين يمكن يمشيوا لمصر. يعني كانت هناك أيضا دعوات غير رسمية من الجانب الإسرائيلي، أقول غير رسمية، كانوا للغزاويين إذا أرادوا النجاة من الموت كما قيل ينبغي يعني عليهم أن يتوجهوا إلى مصر. وطبعا هذا حذرت منه مصر ونفته رسميا إسرائيل، لكن كانت هناك دعوات طبعا راجت وبعد ذلك تم نفي ذلك، أن الفلسطينيين ما يبقاوش في فلسطين، ما يبقاوش في غزة. يعني هذا يعني الهدف غادي يكون تحقق ليس بالقصف، أنك تتخوي البلاد ديالك وتمشي كلاجئ في أرض أخرى، يعني في سيناء في مصر. واليوم يعني حتى المساعدات اللي كتجي من قطاع من هذا رفح يعني تم القصف ديالو، وفي نفس الوقت اليوم هو مغلق. عندما نتكلم عن الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة هي حليف إسرائيل، وإحنا كنا نتمنى أنها حليف إسرائيل، ولكن باش اليوم يكون واحد يعني دولتين، حل ديال دولتين مع 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 الحدود ديال 1967، مع القرار ديال مجلس الأمن ديال 67 اللي هو تبين بأن خص يكون دولتين مع القدس الشرقية اللي تكون ديال الفلسطينيين. اليوم هذا ما قامت به حماس يمكن يكون عنده قراءتين، هو رد فعل للمستوطنات، ولكن مع الأسف هل حماس أو ولو تدخلت لبنان، ولا أظن أن سوريا ستتدخل لأن كانوا لاجئين فلسطينيين في سوريا ولم يتم إعارتهم أي، يعني بالعكس تم قصفهم، هذا شيء آخر، لن تتدخل. هل ستتدخل إيران؟ هنا هذا هو السؤال. هل الحل بين يعني حل السلام، يعني الحل ديال 93 ديال اتفاقية أوسلو اللي مع الأسف أنه ما تفعلش ولا ما استمرش، واش كاين، واش الدول الغربية غادي تمشي في السلام ولا حتى، لأن احنا اليوم تنشهدوا التدمير ديال غزة.
غزة اليوم تدمر، لأنه كيقولنا 1000 طن تتنزل على غزة، يعني هو عقاب مع الأسف جماعي. ليس ضد الفلاحين ولكن عقاب جماعي ديال 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 يعني ناس أبرياء عزل. ليس وفي نفس الوقت كاين مع الأسف أنا الباحث سمعت سميتو ديال كتائب الأقسام اللي تقول أي قصف أسير سيقوم بقتله، وهنا هما هذا يمكن ما تريده إسرائيل أن تبين واحد الوجه آخر ديال هاد الناس، واش يعني هذا تيزيد التحالف ديال الدول الأوروبية. ومع الأسف غزة راه معزولة والقصف اليوم راه عليها. شكرا لك أستاذ علي الحريشي. أستاذ محمد أشتاتو، طبعا هناك حراك دبلوماسي وهناك طبعا اتصالات وهناك مواقف تم التعبير عنها، كانت هناك دعوة طبعا لانعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من فلسطين والمغرب، المغرب رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية، هناك أيضا السعودية التي حسب الإخبارية السعودية طبعا تمت الدعوة لانعقاد منظمة التعاون الإسلامي، وكانت هناك أيضا عدة مواقف تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد. عمليا ما الذي يمكن أن تثمره هذه التحركات العربية؟ أظن التحركات العربية هي شيء معقول ومطلوب، ولكن أظن إسرائيل والغرب لهم وجهة نظر أخرى. وجهة نظر إسرائيل هي أنها تريد أن تقوم بعملية غزو، أولا لأنه هي الآن تستعد للدخول إلى غزة بقواتها، وعملية غزو وعملية يعني تدمير بالكامل، هذا هو الهدف الأساسي لإسرائيل الآن، تدمير بالكامل لغزة، لأن غزة حقيقة أصبحت لغز كبير بالنسبة لإسرائيل. ويجب أن نقول أن هذه الحرب هي حرب أكتوبر، ترجع بنا إلى حرب أكتوبر السابقة في 73 التي كانت فيها أكثر من دولة عربية ولم تستطع أن يعني تنتصر على إسرائيل. الآن حرب أكتوبر 50 سنة بعد الحرب الأولى انتصرت، وأقول طوفان حماس وصل إلى كل المدن الإسرائيلية، وهنالك خوف في إسرائيل من البقاء في إسرائيل مع ما يجري الآن على الساحة العسكرية. فالاجتماعات التي ستنظمها منظمات عربية إسلامية هي سوف تؤازر لا شك الجانب الفلسطيني، ولكن الحقيقة المطلوبة هي الحقيقة العسكرية، والموازين قلبت والأمور تغيرت. حينما تقول الحقيقة هي الحقيقة العسكرية أستاذ محمد أشتاتو، وطبعا على سبيل الختم، الحقيقة العسكرية على ضوء المعطيات الراهنة، وأنت تقول بأن هناك توجه طبعا لمسح غزة من خلال أيضا ما تقوله الصور على الأقل، هل يمكن أن يتم ذلك فعليا من دون أن تحصل مفاجآت؟ لأن الترسيمات العادية هي أن تكون فعلا حروب ولا أحد يتدخل وتمضي الأمور إلى تسويات بعد ذلك، لكن هل هذه الترسيمات لا تزال صالحة؟ اقتحام غزة من طرف القوات الإسرائيلية في الحقيقة عملية انتحارية، لأن الجانب الفلسطيني الجهاد وحماس مستعدون كل الاستعداد لملاقات يعني الجيش الإسرائيلي، وإسرائيل سوف تنتحر بهذه الطريقة. زد على ذلك أنه ربما، وأقول ربما، ستتدخل قوى أخرى لتخفيف الضغط على الجانب الفلسطيني، وهي حزب الله. وإسرائيل تخاف من حزب الله كما تخاف من حماس، وربما يعني المعدات التي بحوز الصواريخ التي بحوزة يعني حزب الله هي صواريخ
يعني مهمة جدا وسوف تقلب الموازين. فأنا أرى بأن الأمور في الأيام القليلة المقبلة ستحسم عسكريا وليس سياسيا. شكرا لك أستاذ محمد اشتاتو المحلل السياسي الدولي الأستاذ الجامعي من الرباط. نشكر أيضا ضيفنا الأستاذ علي الحريشي عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس من الدار البيضاء. شكرا لكم ضيفي الكريمين. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.